Baik, Dewan Hakim yang terhormat, inilah peserta dengan nomor 33 atas nama Ahmad Nazmi akan membacakan surah Al-Hijr ayat 16 halaman 237. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء برجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله وما ننزله إلا بقدر معلوم صدق الله العظيم.